علماء النفس بيحذروا من الأثر السلبي لمظاهر البذخ والرفاهية على وسائل التواصل، لأنها بتحسس رواد هالمواقع بالنقص ومن الممكن إنها تسبب لهم الاكتئاب. الصين ما انتظرت نتائج الأبحاث، فبمجرد ملاحظتهم لزيادة أعداد المتفاخرين أصدروا قانون بيمنع المشاهير من التباهي بالثروة، لأنه بخالف القيم الاشتراكية، وعقوبة المخالفين هي السجن 3 سنوات. بتحسوا إن القانون غريب شوي؟ خليني أخبركم عن الأغرب. بيمنع القانون المراهقين تحت سن 18 سنة من ممارسة ألعاب الفيديو لأكثر من 3 ساعات أسبوعياً، محصورة فقط خلال العطلات الأسبوعية والرسمية. بس كيف بتعرف السلطات المخالفين؟ تملك السلطة برامج موصولة بالإنترنت بتساعدها على الوصول للمخالفين. بالصين أيضاً لازم تنتبه من إهمال أهلك، وإلا رح تتخالف بالقانون. والعقاب غريب ومحرج، وهو نشر أسماء المخالفين للعموم ووضعها على القائمة السوداء للائتمان أو البلاك ليست، يلي بتمنع من فتح حساب بنكي أو أخذ قروض. اهتموا بأهلكم وإلا حتنفضحوا بموجب القانون.